مرحبا بتلاميذ السنة الثامنة أساسي اللي إن شاء الله باش نشوفوا قابلية القسمة على 4، إذن عشر ناخدو قابلية القسمة على 4. تنجموا تعملوا تطلع على الفيديو اللي عملته لكم قبل الفيديو هذية، فيها قابليات القسمة على 2 و3 و5 و9، تنجموا تعملوا عليهم طلب. ب قابلية القسمة على 4، بشنو يلزم باش نعرف القاعدة؟ معناها اللي تقولي العدد هيك يقبل القسمة على 4 ولا ما يقبلش؟ يلزم العدد المكون من الأحاد والعشرات يقبل القسمة على 4. الأحاد والعشرات يقبل القسمة على 4. يقبل القسمة على 4. ب نعطيكم مثال، مثلا 54864. ب لهنا انا ما يهمنيش اللي هنا، كي ناخذ كل احد والعشرات هذاك ما يهمنيش فيه، قديش مليار ما يهمنيش فيه، حاجتي بال64 هذي. هز ال64 ونشوفها تقبل القسمة على 4 وإلا لا. 64 على 4 باش نلقاها 16، ما عنديش باقي، ما عنديش باقي، لقيتها 16. اش معناه؟ معناتها يلزمني نلقيه عدد صحيح طبيعي، واضحة؟ يعني يلزمني نلقيه لا هو عدد عشري ولا فيه باقي، متفقين؟ واضح. بمعنى انه العدد هذا يقبل القسمة على 4. باهي باش عرفناه، 64 تقبل القسمة على 4، والعدد هذا اللي هو مثلا نسموه ب ولا اللي هو، إذن إذن من غير ما تكتبوا كل هذه مثلا مش نسموه أ، إذن أ تقبل القسمة على 4. معناتها أنت إذا كان تلقى الأحاد والعشرات معناها تقسمهم على 4 ولقيتهم يقبل القسمة على 4، معناتها راهو العدد الكل مهما كان راهو يقبل القسمة على 4، متفاهمين؟ ب هذا كان بالنسبه لقابليه القسمه على 4، ان شاء الله فهمتوها. تو نخدم معاكم برشا امثله، ملاحظه فقط باش نعطيها لكم في اخر الفيديو اللي هي مهمه برشا برشا، اللي هي اهم الدرس هذايا. الملاحظه هذه انه الطريقه دي او القاعده هذه اللي احنا خدمنا بها، هذه القاعده اللي احنا خدمنا بها من الأعداد الكبيرة، معناها من 100 فما فوق، لكن الأعداد الصغيرة أنت كي مثلا نعطيك 40، هل تقبل قسمة 40؟ هل 40 تقبل قسمة على 4 أم لا؟ تقبل. باش تجيني 10، 28 تقبل قسمة على 4 ولا 7؟ معناها الأعداد اللي أقل من 100 تنجم تعرفهم يقبل قسمة على 4 ولا لا، تو سامبلومون كي تحسبهم حتى حساب ذهني. لكن الطريقة هذه نعرفوا بها الأعداد اللي أكثر من 100 يقبل القسمة على 4 ولا، إن شاء الله يكون درس واضح. ما تنسيش كان عجبك الفيديو تبارتاجيه مع أصحابك وتعمل جيم للفيديو، وابوني للقناة كان جديد معانا في القناة باش تلقى الكوريكسيون تاع ليكزيرسيس تاع الكتاب المدرسي الكلهم صالحين في شين يوتيوب متاعنا، وباش تلقى زادة تمارين مع الإصلاح، وباش تلقى زادة فيها الدروس كاملين متاع سنة ثامنة أساسي. ومرحبا بالناس الكل.